تتراوح أسعار تهريب المهاجرين إلى الضفة الأخرى بين 600,000 و900,000 دينار. كلما كان المبلغ مرتفعاً كلما كانت الرحلة مضمونة. السريع كلمة جديدة دخلت قاموس المهاجرين. استعمال محركات سريعة وقوية هو ما جعل المهربين يرفعون الأسعار. 3.5 ساعات كفية لوصول نواعم الجزائر إلى أوروبا، لكن مقابل ذلك سيوقعن مع أنفسهن عقد الانتحار. دروبات بحر، نقول لك حاجة وخد أخرى، هذا بحر ما كنتش نعرف. احنا يمكن ندمروكم، كي نقولكم نقولكم الله يسهل، نقولكم الله يسهل، وتواصلوا تما تعيطوا، واحد فيكم يدي نيميرو ولا يدي فيسبوك تاعي ولا يعيط قال الو صايوصلنا، انا بنقعد هاني. حاجه واخد اخرى جسويلا، اي حاجه تستحقيها قولي لي ضروري، قبل ما تعطيني الدراهم بتقعدي هانيه تاني، انا ديما نديش دراهم غير هكا. فهمتك. انا كي نهود الماتريال خلص، يهود الماتريال يخلص، لي جور للماتريال يخلص، سير ذلك 70 مليون تاعك باش نديها انا كومبري وحدي. صح. فيها شحال من باب لك 70 مليون؟ اليوم رانا الحد. مازال لك 2 3 لا 4 5 جمعه 5 ايام. تعطيني درو اختي 20 مليون. لازم دوكا. خلصني درو تعطيني 20 مليون. معليش منا العشيه. سمعيني اختي. بندير لك بلاصه بلي سايسيبو بغالو من بعد كي عيط لي وخد اخر ولا يجي عندي وخد اخرى بلي سايسيبو اني كومبلي. فهمتك. ما ماكش انا تجيب لي وخد اخرى درهم نبدل لك نور اختي مخروجي. فهمتك. دقيقه تيليت اني ليلي روحي للدار. ولو لا فوس ولا جيب لي دراهمك شيه كاع الوقت اللي تكملي غاس وراك عيط لي نعيط لك سي بون راكي مكتوبه في لايس كيما يقولوا جمعه ان شاء الله انا نجي ريكيبي ليكم نجي ريكيبي ليكم بالخميس نبيكم في دار تاكلوا تشربوا ما خاصكم والو ترقدوا هانيين كونفيونس جمعه في الليل نقلعوا اختي ان شاء الله هي نورمالمون انا ما نقولكش مين غادي نقلعوا نقولك الو ارواحي وجدي روحك ما نقولكش باسكو بالك راكي معيطه في التليفون بالك كي دايره حاجه بلك لا لا يا اخي كيما انت خايف على خايف على روحي انا فهمت نورمالمون ما نهضركش الهضره نورمالمون نقول لكم الو اروحوا اليوم لي زونس انا فهمتك بلي غادي نديك في موتور 115 وغادي نديك في فلوكا 80 واسعه وتروحوا الي تجي تروحوا واحد فوق واحد ولا ندي 20 بنادم انا ما نديش 20 بنادم اختي ما نخدمش كونتيتي انا نخدم 12 بنادم 10 جواره والقيد وسكوندو تاعه ما عنديش وخد اخر يركب معاكم صافي اختي وقبل ما تركبوا نفهمك حاجه اختي ما تقوليش بلي ما قالوا حاجه التليفونات تاعكم ينقلعوا علاه ما كاش فيديو في الماء ما كاش لي دلي فيديو في الماء ما كاش شغل هما نعيط لدارنا ينقلعوا نعطيهم للقيد انت وصلت ما يعاودوا يعطيكم التليفونات تاعكم بصح في الماء من تجو قلعي تقولي ديري لي في اللايف ولا تصوري فيه ولا تصوري لي في السيد لا لا ما نصورش احنا نديروا كاع احتياطات تاعنا التليفونات تاعكم ينقلعوا راهم عند القيد كي توصلوا يجبد لكم تليفون كل واحد يعطيها تليفون باسكو انا ولينا نلقاو مشاكل اختي هاك راهم يركبوا في الفلوكه في وسط الماء يقولوا يديروا في اللايف يصوروا روحهم يديروا فيديو ومن يطلقوا في اليوتيوب السيد يباصي فهمتك يجبد لك اسمه وتقول لك شكون راه مباصي وشكون شكون شكون راه حارب وشكون راه مباصي راك تعرفي الصوالح قبل ما جيت انت لهنا راك سقسيت عليا غايه لا لا سقسيت عليك و... اي الحمد لله قالوا لك انسان كيان انا ما جاي ما نزعقش في الماء انا كي نركبك اسمك توصل باذن الله الهضره تموت هنايا كلشي ما تشوفينيش كاع في وجهي وما نهضرش كاع معاك ما تعيطينيش كاع في التليفون ما تعيطينيش كاع التليفون تاعي انا علاش درت هاد الصوالح صاي صاي كونك هاني اختي ليسونسيال اي حاجه راني هنا ماشي مشكل كاع بارك الله فيك يعطيك الصحه مرحبا بك اختي اي حاجه تبغي ديريها عيطيني انا نجي عندك